خلونا نبتدي النهاردة طبعاً بالكلام على إن إحنا يوم 12 رمضان، شهر رمضان الكريم، ما يعني متابعين إنه بيشهد نشاط كبير من قبل الصائمين سواء في فترة ما قبل الإفطار أو بعده وحتى في السحور. ده بيكون نتيجة العمل أو الحضور الليالي الرمضانية المتنوعة مع الأصدقاء والأقارب، عشان كده بيبحث الناس بشكل مستمر عن الطريقة اللي يقدروا بيها يحافظوا على نشاطهم البدني خلال فترة الصيام، وتحديداً عشان يقدروا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي بدون تعب أو إرهاق. وده اللي بيحصل بسبب نقص الطعام والماء خلال النهار، واللي بيخلي الجسم بيحتاج للراحة أو تكون طاقته غير كافية. بيكون صعب الحفاظ على النشاط والتركيز طول اليوم طبعاً، عشان كده بينصح الخبراء ببعض النصائح للحفاظ على نشاط الجسد طول اليوم خلال وقت الصيام. أهم تلك النصائح هي تناول ما لا يقل من عدد 8 إلى 10 أكواب من الماء يومياً خلال فترة الإفطار، وده للوقاية من الإصابة بالجفاف. ويفضل كمان لو تم ملء هذه المياه بالفواكه أو تناول العصير أو ماء جوز الهند أو شرب الشاي بالأعشاب. ده كمان بيخلي الجسم طول اليوم رطب حتى مع وقت الصيام. الحاجة الثانية اللي اتكلم عنها خبراء التغذية هي إن البعض بيستمتع بشرب الشاي والقهوة طبعا في الصباح في الأيام العادية، ولما بيجوا في رمضان بيقطعوه، بيتناولوا بعد الفطار كميات المشروبات اللي فيها كافيين بكثرة بعد الإفطار. ده بيخليهم يحصلوا على الكافيين بنسبة كبيرة، والحقيقة إن تناول الكافيين ده بيؤدي برضو للجفاف في وقت الصيام. عشان كده من الأفضل إن احنا نحد من كمية القهوة والمشروبات الغازية واللي بيتم تناولها بعد الفطار. النصيحة الثالثة وهم بينصحوا برضو الخبراء هي أخذ قيلولة متكررة خلال اليوم، لأن النوم بيأثر بشكل كبير على مستويات الطاقة خلال شهر رمضان، وكمان أنه بتتم معظم الأنشطة بعد غروب الشمس، فمن الضروري جدا الحصول على قسط كافي من الراحة. يمكن ده أخذ القيلولة القصيرة دي لمدة 15 دقيقة لنص ساعة أثناء النهار بتساعد على شحن مستويات الطاقة. النصائح المهمة برضو هي تناول وجبة إفطار صحية، لأن تناول أطعمة زي التمر والفواكه والخضروات ده بيساعد على الحفاظ على مستويات الطاقة المناسبة. ومن المفيد أنه لو تم تجنب تناول الأطعمة المقلية أو اللي بتحتوي على سكريات عالية أثناء الإفطار، لأنها بتؤدي للشعور بالخمول، وعشان كده لازم بيتم تناول وجبة إفطار متوازنة من البروتين والخضروات والكربوهيدرات، وده للحصول على الشعور بالشبع والتغذية الجيدة. أخيراً كمان بيوجه الخبراء نصيحة متعلقة بفرط النشاط البدني قبل أو بعد الإفطار، ده لأن النشاط البدني الشاق أثناء الصيام بيؤدي للشعور بالإرهاق بمجرد الإفطار، وبيفضل اللي بيقوم بالتمارين الرياضية دي منخفض الشدة زي أو بيعمل تمارين رياضية جامدة بيفضل تعبان، عشان كده بينصحوا إنه هو تمارين تكون منخفضة زي الشدة زي المشي أو اليوجا، ودي كلها عادات بتخلي الجسم متقبل الصيام لفترات أطول ونشيط طول اليوم. يمكن ناس كتيرة كمان في السحور لما بتتسحر وجبات دسمة أو وجبات تقيلة بيفتكروا إن هم ده هيساعدهم تاني يوم على الصيام. بالعكس، أي وجبات دسمة أو وجبات تقيلة أو وجبات فيها سكريات دي بتزود الإحساس بالجوع وبالخمول. فالنصائح الأطباء كانت دايما في تناول سحور خفيف، ويفضل إن هو يكون بيحتوي على الزبادي مثلا أو الألبان الخفيفة، ده كله بيساعد على أن تاني يوم الصيام يكون سهل. وزي ما قلت، ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة برضو بتساعد على نشاط الدورة الدموية، وأن الإنسان يكون نشط طول اليوم في الصيام.